شيخ صالح حفظكم الله، يعني امتدادا للسؤال السابق عن أولئك الذين يؤدون فريضة الحج ويخلون ببعض الأركان، ومثلا تأتينا أسئلة بأنه يوم الحادي عشر وكل وبقي عليه رمي جمرات ثم يرجع دون أن يكمل هذه الفريضة العظيمة في حياته. لا، بعضهم يذهب يوم العيد. صحيح، يوم العيد إذا يقول الحج عرفة هو يذهب يوم العيد، هذا من التلاعب، من تلاعب الشيطان. هو جاء وتكلف وأنفق النفقات، فكيف يتلاعب في حجه ولا يكمله؟ الله جل وعلا قال وأتموا الحج والعمرة لله، فلا بد أن يتم مناسك الحج الذي شرع وأحرم فيه. فمن فرض فيهن الحج، يعني ألزم نفسه بالإحرام بالحج أو العمرة، يلزمه إتمام ما أحرم به، ولا يتلاعب بحجه، ولا يكفي أنه يوكل على الباقي، هو باق في ذمته، بقية أركان الحج وواجبات الحج باقية في ذمته، فعليه أن يتقي الله عز وجل وأن يكمل الحج، وإلا لا يحج هذه السنة، يصبر إلى أن يأتي وقت مناسب. نعم.